صباح الخير. صباح النور. أمير ما فاق لسه؟ قال شوي ونازل. ريحان مانا بالبيت كمان. ليش وينه؟ ما عندي علم. أبصر شو بيكون صاير بيناتهم. ريحان رح ترجع مو هيك خالة مليكة؟ أنت هلأ افطري ومنشوف. ريحان أكيد راجعة، ما تاكلي هم. أكيد أمير بيكون قلعة. بيصير هاد الحكي سونا؟ كيف يعني قلعة؟ الطريقة اللي عم تحكي فيها عليها مو حلوة. صباح الخير، تعال الفطور. صباح النور. صحة وألف هنا، أنا ماني جوعان. أمير؟ إيه حبيبي. أنت قلت إنه بس أنت تتعافى رح تمشيها، بما إنه مانا مبينة فأكيد راحت معه. شفتي قلت لك تركت البيت، ما عاد رح ترجع معي. حبيبتي سونا، أعطيكي توست محمص؟ أنا بعرفك إنه بتحبي. أكيد ما عاد رح ترجع مو هيك أمير؟ بلكي فعلاً ما قبلت ترجع. أنا حاسة فيك أمير. بعد كل هالمشاكل اللي عملتها انت سمحت لها تبقى بالقصر. انت عملت اللي عليك بس هي راحت. كيف بتقابل معاملتك هي بهذا الاسلوب؟ على فكرة انا مستعدة اعمل اي شيء بالدنيا ليرجع الامان والاستقرار لهالقصر. ما بدي اياك تحس ابدا انك وحيد. انا ماني وحيد، انا غبي. ريحان بعدت مو لأنها ما بتحبني، بس بسبب ردة فعلي. معقول ما عاد تقبل ترجع أبداً؟ شو بدي أعمل وقتها؟